يعني هل يعني هذه الإشكالية، إشكالية التقارير المغلوطة، يمكن حلها عبر الوقت عن طريق التواصل مع المنظمات الدولية بحيث تثبت مصداقية المنظمات التي تنقل تقارير صادقة وعدم مصداقية الأخرى، وبالتالي تحل الإشكالية مع الوقت، أم أننا محتاجون دائما إلى ملاحقة التقارير المغلوطة بهذا الشكل؟ نعم، هو في الجانب اللي توا جربناه احنا معاهم سواء حصر النازحين والمهجرين والهجرة غير الشرعية، اخذ طابع جيد جدا وممتاز انه بالمصداقية، ومستمر الامر الحمد لله انه هو يعني بدا ياخذ الخط الصحيح والسليم. ولكن انا نقول في رايي ان لازم تتبع دائما تفنيد التقارير الباطله، لا نتوارى ولا نسكت ولا نجلس ونقول احنا لا خلي تو هم يعرفوا، لا احنا مفترض بنا كل مؤسسه في تخصصها في مجالها، الحقوقيه حقوقيه، الاغاثيه اغاثيه، المفترض بنا ان احنا كل ما نرى تقرير غير صحيح نفنده، وبهذا يعني لعل نوصل للحقيقة، لأن دائما اليد التي تكبل في ليبيا وترجع بها إلى الوراء موجودة وموجودة بكثرة للأسف الشديد. ولكن